انا مبسوط اكتر ان انا مع حضرتك. انا مستمتع جدا بطريقتك وباسلوبك وبالبرزنتيشن الشباب الجميل والشغل الجميل اللي انتوا عاملينه. الشباب هم يعني انا من غيرهم ده دراع اليمين اكتر من دراع اليمين. بجد انا مبسوط جدا واتصور انك انت فعلا بتيسر لناس كتير جدا توصيل المعلومه حياتي. العلميه بشكل بسيط. حياتي. برافو عليك. شكرا يا دكتور عمرو. اخر تجربه وحابب ان احنا الاربعه نعملها سوا عشان نقدر نختتم حلقه رائعه زي دي مع حضرتك، وهي تجربه معجون سنان الفيل. دايما موجود عندهم في كتاب المدرسه ان في حاجه اسمها العامل الحفاز بيسرع من عمليه التفاعل. طب العامل الحفاز ده ممكن يعمل لي ايه؟ عندنا اربع كوبايات باربع الوان مختلفه وعندنا عامل حفاز كل واحد فينا هيبقى معاه. هكتب اسم النضاره فوق النضاره. في التجربة دي بعد ما الشباب ذكية ومفهومية يحضرها لنا تحضير كامل انها لازم تتحضر اون سايت، هنحط السائل ده في الكوباية دي زي ما حضرتك عملت، بس في خطوة زيادة حضرتك هطلب منك تعملها. تاخد خطوة لورا بسرعة بسرعة دي ايه اللي هيحصل؟ لا بسرعة يعني خلي الموضوع مفاجأة لينا كلنا. تمام يا شباب؟ اوكي. Are you ready؟ يعني مطلوب مني اعمل ايه؟ حضرتك هتتوسطنا هتمسك الكوباية دي رقم واحد. ايوه معايا في العد. اول ما هقول واحد حضرتك هتحط السائل هنا. اول ما اقول واحد هنا اهو. بس حاجه دلوقتي الله يخليك. متاكد عبد الله؟ اول ما هناخد خطوه لورا. يلا 3 2 1. واو، مفيش امتع من العلوم في شارع العلوم. شارع العلوم مبادرة قايمة علشان تخلي العلوم بالشكل الجميل البسيط، والأهم من كده إنك تفهم السبب وراء أي حاجة وتستمتع بيها كمان. إيه بقى اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل السائل. ده دور ذكاء ومفهومية. واحد فينا هيقول لنا إيه السائل اللي إحنا صبينا فيه، والتاني السائل اللي إحنا صبيناه. إيه السائل اللي في الكوباية الكبيرة؟ الكوباية الكبيرة حطينا مية أكسجين، دوت عبارة عن مية أكسجين H2O. المراجع ده أصلا سهل إن هو يتفكك، يعني لو أنا عندي حاجتين كده سهل يسيبوا بعض. فلو أنا عايز أخليهم يسيبوا بعض أعمل لهم إيه؟ حفزهم هم يطلعوا، فبحط لهم عامل حفاز اللي هو ايه بقى؟ الكي اي او البوتاسيوم ايودايد. اول ما بحطه على ميه الاكسجين يبدا الاكسجين يهرب من الايه؟ من الميه. فلما يهرب بسرعه من الميه ايه اللي بيلحقه بقى؟ الصابون. الصابون السايل. فيطلع الشال كده فوم. يقول لك فنكوش الحق الفنكوش، لكن هو ساينس. احنا مش مخترعين ولا احنا بتوع فنكوش، احنا هدفنا نخلي العلوم. ده صابون؟ ده صابون سايل وفيه اكسجين. فوم. فوم. انا مجرد سخنت العمليه. شايف في دخان طالع منه صح؟ اه. عشان تفاعل طارد للحراره. يعني ايه تفاعل طارد للحراره؟ موجود عندنا في الكتاب. تفاعل بيطلع حراره. عامل زي السحاب. حابب تختم بتجربه تانية؟ يا ريت. يا سلام يا سلام. ده من دواعي سرورنا عشان نخلي بس جوه عشان نورك. ايوه بالظبط. انا بس انا هستاذن ان انا هاخد التجربة دي، لأن التجربة دي يعني شوية فيها consequences. أوكي. فأنا اللي هاخدها. أوكي. ودي تعتبر شكر مني لحضرتك على وجودي معاك. ربنا يخليك. ميرسي. نضار. شكرا. هنجيب النيتروجين المسال. الغاز اللي قلنا درجة حرارته سالب 196. مش مشكلة. مش مشكلة. معانا مية درجة حرارتها 50 درجة مئوية. 50 وسالب 196 يبقى الفرق ما بينهم كام؟ 246. عشان 50 فوق الصفر و196 تحت الصفر. يا ترى لما الاثنين يتحطوا مع بعض ايه هيحصل؟ 3 2 1. هتحس انك عايش فعلا فوق السحاب. انا حولت لك السائل ده كله دلوقتي الغاز مع وجود الالوان. دلوقتي انت عندك في الاستوديو غاز النيتروجين، غاز الاكسجين، غاز ثاني اكسيد الكربون، وكمان ولعنا فتيل التنجستين تحت الميه، وحضرتك بنفسك حولت المية للبن. لو كنت ساحر فين؟ في العصور الوسطى. كده خلصت تجربتي. برافو. أنا سعيد جدا جدا الحقيقة وفخور جدا بالشكل، بالمضمون، بالمحتوى، بطريقة تقديم المادة العلمية، بالإبهار البصري اللي أنت عملته. أنت والزملاء الشباب ليهم أحلام. ليهم أحلام وليهم أهداف ونفسي. قولوا لي أحلامكم إيه بقى؟ طب أبدأ.